لماذا لا توجد قواعد صحيحة في الحوار بين المثقف والمثقف والأديب والأديب والشاعر والشاعر؟ هي في الواقع القواعد ليست قوانين تسطر وتوضع بين الشعراء والمبدعين ليرجعوا إليها كلما فتحوا أفواههم. القواعد هي إنتاج مجتمع برمته، قواعد السلوك والأخلاق وقواعد الحوار ليست مسألة إرادية فقط بين مجموعة أفراد. وأنا لا أحب المقارنات، ولكن إذا كان بعض الناس يميلون إلى الكلام عن المرجع الغربي الذي توجد فيه قواعد للحوار وقواعد للأخلاق وإلى آخره، فإنهم ينسون أحيانا كثيرة أن هذه المجتمعات لم تصنع ذلك في إطار ضيق لتدبير شؤون المثقفين، فإنها تعيش لتدبير شؤون ذلك مجتمعها. فإنها تعيش ذلك من خلال حركة شاملة في المجتمع تدار فيه شؤون الاقتصاد وشؤون السياسة وشؤون المجتمع وشؤون الثقافة بنفس قواعد الانتظام والاحترام وقبول الاختلاف وقبول الرأي الآخر إلى آخره. لذلك فأنا لا أفهم أحيانا كيف يطلب من المثقف العربي أن يكون جزيرة للديمقراطية ولليبرالية ولصدر الرحب في مجتمع يعيش توترا يوميا ويعيش يعني نوع من الانقباض اليومي لا يسمح بهذه الروح الرياضية العظيمة التي يدعى إليها المثقف العربي على وجه التحديد. ولكن مع ذلك يعني أقول أنه لا ينبغي تضخيم هذه الأمور، فنحن نؤسس قواعدنا بطريقتنا، ربما نأخذ وقتا أطول، ولكن ليس في بلادنا العربية فقط خصومات وتبادل تهم، غير أنا هناك بلاحظ أيضا أستاذ محمد، حوار ثقافي ما بين مبدعين وبين مثقفين، وهو من أهم الأشياء التي دفعت وقدمت وعينا الثقافي ووعينا النقدي في السنين الأخيرة، يجب أن لا ننكر ذلك.